بسم الله الرحمن الرحيم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، فيا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، وانشر علينا من الستر الجميل ردا، وافتح لنا منك فتحا غير منقطع، واجعل لنا سندا، واجعل لنا مددا، وهيئ الصعب من خير الأمور، وكن لنا معينا على الطاعات مستندا. الحمد لله ما دام الوجود له، حمدا يبلغنا منه الرضا أبدا. ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء. الصوت موجود؟ فما زلنا في كتاب أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردز بلجوع، في كتابه الموسوم بالأدب المفرد، وقد أخذنا 3 لقاءات، وهذا هو المجلس الرابع. نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى. نبدأ اليوم عند الحديث قال الإمام البخاري قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سوء الملكة. في بعض النسخ باب سوء الملكة. وكنا في اللقاء المنصرم عرض سؤال عن ملك اليمين، ويختص ويحتف بالكلام عن الأرقاء وما إلى ذلك. فالكلام في هذا الباب فيه عدة جوانب كثيرة، أنا أحاول أن أجملها سريعا من غير أن أطيل، لأن لا نخرج عن المقصود. الصوت واضح جدا. أولا، الرق أو ما يسمى بالعبودية عموما هي عرض لا مرض، فهناك مرض يسبقها وهو التمييز والعنصرية. فالإسلام عالج موضوع الرق معالجة حتى لا يصطدم بشرخ في المجتمع، أو يعني يحدث هزة في المجتمعات تذهب بسببها ملايين البشر. بعد ذي بدء في هذه المسألة، في قديم الزمان كان الناس في الأكثر كانوا يعتمدون على الصيد وأكثر من اعتمادهم على الزراعة. فلما توسع الناس في الزراعة والعمل في الزراعة عمل شاق وعمل دؤوب يحتاج إلى استمرار ودون انقطاع. فكان الناس في القديم إذا حصلت حروب أو اعتداء على القبائل بعضها البعض أو نحو ذلك، فإن الأسرى يقتلون. فتفكروا في تطوير هذا الأمر، وقالوا لماذا لا نستفيد من هؤلاء. فصاروا إذا حصلوا على هؤلاء الأسرى، سواء كانوا رجالا أو نساء، فإنهم يصيرونهم للخدمة والعمل والأعمال الشاقة الكادحة إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك تطور الأمر فأصبح تجارة، فأصبح الاتجار في بيع الرقيق وبيع الجواري وبيع الناس عموما صار تجارة مربحة جدا. فصار الناس يتوسعون، بل يقطعون الفيافي والقفار لسرقة أبناء الناس، بل يعتدون على القرى ويعتدون على المارة وإلى آخره. هذا أنا أتكلم كله عما قبل الإسلام. فالجواري والإماء والعبيد من الذكور، هذه يعني مسألة موجودة في عمق التاريخ. وتعرفنا قصة إبراهيم عليه السلام لما جاء بزوجه سارة واعترضهم النمرود، فأراد النمرود أن يمسها بسوء فلم يستطع. 3 مرات بعد ذلك أهدى له هاجر اللي هو أم إسماعيل. فهذه مسألة موجودة في عمق التاريخ، كانت موجودة عند الفراعنة، موجودة عند الآشوريين، موجودة عند الصينيين القدماء، موجودة في ثقافة الهند، موجودة عند العرب.
فهذه مسألة تكاد تكون يعني كادت أن تكون جزء من فطرة الإنسان في القديم الذي نشأ عليها جراء الظلم والبغي والعدوان والسرقة والبيع والشراء وإلى آخره. فهذه يعني بعض بذورها وإنشائها. فالإسلام لما جاء، ما يمكن الإسلام أن يصطدم بالناس ويقول أعتقوا كل أرقائكم، هذا لا يمكن أبدا، سينصدم بأصحاب المناصب العالية. بل إنه جيء قيل في بعض تواريخ الرومان أو الفراعنة أن بعضهم كان يمتلك 50 رقيقا في بيت واحد. بل إنه في أثينا في أوروبا في يوم بيع أكثر من 20,000 عبد في يوم واحد. فالإسلام لما جاء إلى هذه المسألة، إلى مسألة الرق ومسألة العبودية، أراد أن يعالج المرض الذي نشأ عنه هذا العرب، المرض الأساسي الذي هو التمييز والعنصرية. فمثلا كان في بعض الدول أو في بعض التواريخ القديمة الناس مقسمون إلى في الهند، نعم، في ما يسمى بالبراهمة والعبيد العمالة. فكان الشعب مقسم إلى قسمين، البراهمة هم الأشراف وهم السادة ولهم الكلام ولهم الكلمة ولهم المناصب العليا ولهم الوظائف المحترمة وكذا وكذا، وجميع الناس خدم وعبيد لهم. بل إنه في بعض الدول وصل عدد الأرقاء على الأحرار يعني تجاوز عدد الأرقاء، بلغ إلى 70% من بعض الدول، 30% يحكمون كل هذا العدد. يعني مسألة كبيرة كبيرة ليست بالهينة. على سبيل المثال نظيرها اليوم، لو جاءت منظمة يعني ناشئة صغيرة وأرادت أن تمنع الناس من أكل البيض، أنا أسألكم سؤالا، منظمة ناشئة أرادت أن تمنع الناس من أكل البيض، هل تستطيع؟ لا يمكن أن تمنع الناس من أكل البيض، لأن هذا شيء منتشر متجذر في عروقهم، أكله آباؤهم وأجدادهم، ويعني شيء يجري في الدماء لا يمكن أن يتخلص منه. فهكذا كانت مسألة العبيد، وكانت تجارة مربحة، وكان العبيد هؤلاء يعملون في الأعمال الشاقة وإلى آخره. فالإسلام لما جاء لهذا المرض، لهذه الإشكال، مشكلة العبيد ومشكلة الأرقاء ومشكلة الجواري، احتاج إلى التدرج في التعامل معها، فتعامل مع أصل المرض. فالله سبحانه وتعالى جعل الناس سواسية، هذه من التمهيد، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلم يكن للإسلام أن يجا يعني لو الإسلام قال إن حرروا جميع عبيدكم، سيصطدم بالملوك، سيصطدم بالوزراء، سيصطدم بالدنيا كلها، بكل المجتمعات ستحدث معاداة وتحدث مشكلات وتعرفنا حتى في العصور الوسطى بعد الإسلام في أمريكا وغيرها، لما صار تحرير العبيد ذهب جراءها ملايين البشر من الناس، قتلوا وأزهقت الأرواح فالإسلام هكذا كان لما جاء، يعني واجه هذه المشكلة التي يعني من الصعب أن يمنع الناس عنها في يوم واحد، بل لا بد احتاج إلى التدرج في ذلك. فقام الإسلام بتجفيف منابع الرق ووسع مخارجه. الإسلام عندنا العبودية الصحيحة في الإسلام تأتي من جهة واحدة، وهي ما كان من سبب الكفر. فالعبيد عبد الحقيقي في الإسلام هم قوم عاندوا أمر الله فحاربهم المسلمون فأخذوهم أسارى، هذه العبودية الحقيقية في الإسلام. فالإسلام أزال كل العبوديات التي من غير هذا الطريق، التي هي ما كانت من سرقة، ما كانت من توارث، ما كان. فالإسلام جفف منابع الرق ثم وسع مخارجه، فجعل من جامع امرأته في رمضان كفارته أن يعتق رقبة، في قتل الخطأ عتق رقبة، في كفارة الظهار عتق رقبة، من الحلف، الحنث في اليمين، اليمين العادي، حلف عادي حنث فيه، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته أو تحرير رقبة. فجعل كل شيء في تحرير رقبة، تحرير رقبة، تحرير رقبة، تحرير رقبة، ليحاول أن يخلص الناس من هذه القضية قدر الإمكان. وأيضا رتب على ذلك كثير من الفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق مسلما أو من أعتق عبدا كان فكاكه من النار، يعني تشتري نفسك وتفدي نفسك من النار إذا أعتقت شخصا.
وستأتينا أحاديث أن من لطم ملوكا له فكفارته أن يعتقه، وجعل في ذلك المكاتبة وجعل في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظم هذه المسألة تنظيما عظيما دقيقا، حيث جفف المنابع ووسع المخارج، ثم بعد ذلك رتب على ذلك الفضائل والكفارات إلى آخره. وأيضا جعل الإحسان إلى المملوكين من أحسن العبادة، بل إن المملوكين وجدوا يعني شيئا عظيما من سماحة الإسلام. فكثير من العبوديات كانت عبوديات ظلم، سلمان الفارسي أخذ في الطريق وبيع في اليهود، زيد بن حارثة أخذوه في الطريق وباعوه إلى عمة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة في سوق عكاظ. فكلها كانت يعني عبوديات جائرة ظلم وقهر للناس. فالإسلام بالعكس في هذه المسألة هو محسن. الإشكال بعض الناس إذا قرأ أو ما ملكت أيمانكم في القرآن يظن أن الإسلام هو الذي ابتدأ هذه المسألة، لا ليس كذلك. نظيره مسألة ضرب المرأة أو ضرب الزوجة، يأتي إلى آية واضربوهن، يظن أن الإسلام هو أعطى الناس تصريح، أعطى الرجال تصريح لضرب النساء، بل ضرب النساء موجود منذ قدم التاريخ، موجود في الجاهلية وموجود في كل الثقافات، بل جاء الإسلام لينظم هذه القضية. نظيرها مسألة أو ما ملكت أيمانكم، وكذلك المسألة في الجواري. في القديم كانت الجارية إذا كانت يعني جميلة تباع بأغلى الثمن وربما تستغل جنسيا، كما كان عبد الله بن أبي في سلول في المدينة كان له دار يعني يتكسب من وراء هذه الإماء. فأنزل الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. فجاء الإسلام ونظم هذه المسألة تنظيما دقيقا في هذا الأمر. ومن ضمن الأمور التي ينظر إليها في هذه المسألة أن التعامل الإسلام مع الرقيق أو من يسمون عبيدا. ففي الثقافات القديمة كان مثل ما كان في بعض في أوروبا في القرون الوسطى، كان إذا تجرأ العبد أو الرقيق وتكلم على أحد الأحرار فإن عقوبته أن تقطع لسانه ويوضع الماء الحار أو الزيت الحار في أذنه، وإذا هرب من الرق وعاد تقطع أذنه الأولى، وإذا عاد مرة ثانية قطعت أذنه اليسرى، وإذا عاد وحاول الهروب من الرق فإن جزاؤه القتل. فكانوا يعانون معاملة شرسة جدا، وبعضهم وكان السيد إذا صلب عبده فإنه ليس له أي حق في هذا الأمر، بل أحيانا إذا غضب السيد من عبده فإنه يجوع أسدا أو نمرا يجوعه عدة أيام، ثم يطلق هذا العبد في العراء والصحراء ويطلق النمر وراءه فيفترسه النمر أو الأسد افتراسا شديدا يقشعر بدن الشيطان فضلا عن الإنسان من هذا الفعل الشنيع. فعانوا في ذلك الويلات، ولذلك يعني صارت هناك ثورات وصارت هناك حروب ومقاومات إلى آخره في هذه المسألة. فالإسلام جاء ونظم هذا الأمر تنظيما دقيقا. ومن قرأ حتى في التواريخ القريبة يعني ماذا فعل الأوروبيون لما دخلوا أفريقيا واستعبدوا الناس، وماذا فعل الأوروبيون لما دخلوا أطراف آسيا ودول الاتحاد السوفيتي، وماذا فعلوا في ما بينهم ألمانيا وأمريكا وغير ذلك، يعني بشع شيء بشع كثير جدا فعلوه في هذا الأمر، وكله اعتداء وكله سرقة وكله متاجرة برقاب الناس. أما الإسلام فجاء فنظم هذه المسألة تنظيما دقيقا، حيث يخرج الناس من هذا الأمر يعني من هذا هذه الضائقة وهذا الشيء الذي يعني تجذر في الناس. فلم يكن للإسلام أن يصطدم بالملوك والكبراء والوجهاء والأعيان وجميع الأحرار ليقول لهم اعتقوا عبيدكم، بمعنى لو قال لهم اعتقوا إماءكم بمعنى تخلوا عن نفوذكم، تخلوا عن سلطتكم، تخلوا عن تجاراتكم، هذا معناه. إذا قال لهم اعتقوا أرقاءكم هذا معناه. كانوا يتاجرون بالعبيد، وعبد الله بن زيد بن جدعان ابن عم أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان من أكثر التجار في مكة في مسألة الأرقاء والإماء والعبيد. فكانت هذه هي يعني مقدمة في هذه المسألة ليزال عنها الغموض. فلا ينظر إلى الإسلام أنه يعني شرع مسألة العبودية أو أنه هو الذي ابتدأها، بل الإسلام محسن في هذه المسألة،
وهو الذي نظمها ووسع مخارجها في كل شيء، يقول لكم أعتقوا أرقاءكم، أعتقوا أعتقوا في ذلك، عتق رقبة عتق رقبة، كفارته عتق رقبة، وهكذا إلى آخره، ليجفف منابعها ويوسع مخارجها. فهذه الذي ينظر إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا مسعود يضرب عبدا له، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره مغضبا غضبا شديدا، قال: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه، أي أن قدرة الله عليك يا أبا مسعود أعظم من قدرتك عليه. وأيضا من المسائل في هذا ربط العبودية باللون، وهذا كله غير صحيح، بل الناس استعبد بعضها بعضا حسب القوة، استعبد العرب العرب والعجم العجم والأوروبيون الأوروبيون فهي مسألة لا يحدها لون ولا يحدها جنس ولا يحدها شيء. فزيد بن حارثة كان عربي الأصل، هو من اليمن أصلا، ليس غير عربي، ومع ذلك أخذوه وباعوه لعبد الله بن زيد بن جدعان، ثم بيع في مكة، ثم إلى آخره. فهذه المسألة لابد أن ينظر لها بهذه الأمور، لأن كثير من الأمور الفكرية اليوم تصاغ ضد الإسلام على أن الإسلام هو البادئ لها، بل بالعكس ينظر إلى الإسلام أنه المحسن المنظم المهيئ الذي يدعو إلى الإنسانية ويدعو إلى المساواة بين البشر، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتسب رجلان على عهد موسى فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان، وعد تسعة، وقال الآخر: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، فأوحى الله إلى هذا أن قل لهذين المنتسبين: أما أنت أيها المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم، وأما أنت أيها المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهم. فهذا الذي ينبغي أن ينظر إليه في هذه المسألة، والمسألة حقيقة لها يعني أمور كثيرة. وكان أيضا من ضمن أسباب العبودية في القديم الفقر والجوع، كانت العائلة إذا اشتكت فقرا مدقعا تبيع بعض أولادها، وهذا موجود كان في الحضارة الصينية القديمة. والإسلام جاء وعالج هذه المسألة بمسألة الزكاة، فالناس كانوا يعني ما يعرفون هذه المسألة، فجاء الإسلام بحث الناس على الصدقة، وحث الناس على الزكاة، وحث الناس على كذا، وحث الناس على كذا، لكي لا يضطروا إلى بيع أولادهم حال الفقر وحال الجوع. فهذه كلها يعني كثير في أمور مسألة الرق ومسألة العبودية. وعموما نحن في الدروس هذه نحاول أن نزيل دائما الإشكالات الفكرية وحسب الاستطاعة. وفي صحيح البخاري تكلمنا تقريبا على هذه المسائل بإطالة وإسهاب إلى غيره. طبعا في الحضارات القديمة كانت الأمور تختلف، كان من تزوج عبد من تزوج آمة يصبح رقيقا مثلها، وفي بعض الحضارات القديمة من تزوج آمة يقتلى سويا، وذلك يعني إمعانا في تبيان الفرق والتمييز والعنصرية المقيتة. يعني إذا الرجل عشق امرأة وكانت آمة، مهما بلغ يعني من حبها وكذا وكذا، فإنه لا يتزوج، لو تزوجها يصبح عبدا مثلها، او مصيرهما الموت سويا، يشنقان ويعلقان ويصلبان امام الناس الى اخره. اما في الاسلام فزواج ملك اليمين يجوز بحال اذا ما استطاع ان يتزوج حره. الله سبحانه وتعالى قال: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، طولا ما عنده مال، ما يستطيع، ما عنده قدره على مهر الحره وعلى تكاليفها ومؤونتها، قال: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فأهل العلم قالوا: بشرط أن لا يجد مهر الحرة ومؤنتها، وأن يخشى العنت على نفسه الزنا. وذلك قال الله في آخر آية: ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم، وأن تصبروا خير لكم، لأن الزواج من أم فيه إشكالات لتعلقها بحق سيدها عليها، ثم ما يلحق الولد من بعض التعيير أو كذا أو كذا. وهذا كله طبعا نتكلم في العبودية الحقيقية التي سببها الكفر. وقلنا العبودية في الإسلام موردها واحد: قوم عاندوا أمر الله ولم يذعنوا للإسلام فأسروا فسيروا عبيدا للناس، وذلك لأنهم رفضوا العبودية لله سبحانه وتعالى، فعاقبهم الله وأذلهم بالعبودية لغيرهم. أما ما سوى ذلك من العبوديات فكلها باطلة. بقي جزء واحد في هذه المسألة، وهي العبودية المؤخرة التي حصلت في الجزيرة العربية، وكلها لم تكن عبودية صحيحة، كلها كانت يعني بعضها كانت اعتداءات، وبعضها قطع طريق، بعضهم كانوا حجاجا وبيعوا، وبعضهم خرجوا من في الطرق الصحراوية فأخذوا وبيعوا في أماكن بعيدة. فهذا هو قلنا العبودية الحقيقية موردها واحد، وهو قوم عاندوا أمر الله
ولم يستجيبوا للإسلام فأخذوا فصيروا عبيدا لأنهم رفضوا عبودية الله سبحانه وتعالى. وما سوى ذلك مما يقال عنه عبودية كلها غير صحيح، كلها ظلم وقهر وسرقة ونهب وتوارث، وبعضها فقر وبعضها كذا وبعضها كذا إلى آخره. وبعض إحداهن تسأل على الخاص، أقول الزواج من الخادمة بدون عقد شرعي يعد هذا زنا؟ الخادمة ليست عبدة وليست أمة، هذا مما ينبغي أن يتنبه له. الخدم ليسوا إماء ولا عبيدا، هم أحرار أشراف وجلبتهم الحاجة. فإذا أراد أحد أن يتزوج خادمة مثلها مثل الحرة، وليها وشاهدا عدل، هذا الزواج الحقيقي الذي يعني أقره الإسلام. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال الإمام، وطولنا في هذه المسألة لكثرة الغموض وكثرة الإشكالات الدائرة حولها، وما شاء الله تبارك الله أنا رأيت يعني في مستويات بعض الدارسات معنا ما شاء الله منهن، يعني الدرس ما شاء الله فيه مختصات في كل الجوانب ما شاء الله، طالبات علوم الشريعة، علوم التفسير، الفقه، دراسات إسلامية ما شاء الله، دراسات عليا، طبيبات ما شاء الله، من هن في التاريخ، من هن في الكيمياء، من هن في الفيزياء. فما شاء الله تبارك الله، أنا قد أتكلم في بعض المعلومات ليست في تخصصي ولكنها حصيلة قراءات ونحو ذلك، فإذا أخطأت في شيء فصوبني. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حدثنا عبد الله، باب سوء الملكة أو الملكة، وهي إساءة الرجل صحبة مماليكه، إساءة الرجل صحبة مماليكه. قال حدث، وستبين لنا كثير من حقوق العبيد والأرقاء وإلى آخره في هذا الشأن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن أبي الدرداء أنه كان يقول للناس: نحن أعرف منكم من البياطرة بالدواب. البياطرة جمع بيطار، والذي يقال له اليوم البيطري، الذي يعالج الدواب والبهائم. قال: أن نحن أعرف منكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، الذي يرتجى خيره ويؤمن شره فهذا الذي يعني فيه خير، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره، ولا يعتق محرره. هذا معنى هذه الكلمة، هم الذين إذا أعتقوا العبد عندهم بعد ذلك استخدموه، يعني يستخدمونه في مصالحهم. فإذا ادعى أنه يعني حر، أنكم اعتقتوني ونحو ذلك، فبعد ذلك يدعون أنهم ما اعتقوه. واضح؟ قال: ولا يعتق محرره، بمعنى أنهم يعتقونه ويستخدمونه في مصالحهم. فإذا أبى أن يخدمهم ادعوا أنه يعني ما زال رقيقا عندهم. وهذا الأثر صحيح الإسناد. بعد ذلك حديث رقم 160، قال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان، وفي بعض النسخ حريز، عن ابن هانئ عن ابي امامه وهو صدي بن عدلان، سمعته يقول: الكنود، وهو الكافر بنعمه الله، الكنود الذي يمنع رفده، الذي يمنع صلته وعطيته، وينزل وحده ويضرب عبده. هذا الاثر فيه ضعف كما اشار اليه الإمام الألباني رحمة الله عليه. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب وحماد عن حميد عن حبيب وحميد، حميد هو الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل، مات ساجدا رحمة الله عليه، عن الحسن أن رجلا أمر غلاما له أن يصنو على بعير له، فنام الغلام فجاء بشعلة من نار، فنام الغلام فجاء بشعلة من نار فألقاها في وجهه، فتردى الغلام في بئر، فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه فأعتقه. وهذا الأثر فيه ضعف، لأن الحسن البصري لم يدرك عمر بن الخطاب، وبينهما انقطاع في الزمن. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الخادم من الأعراب. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابن عمرة عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها: التدبير أن يقول السيد لعبده: إذا مت فأنت حر، يعني أنك حي دبر مماتي. هذا معناه دبرت، يعني من التدبير. والتدبير أن يقول السيد لعبده: إذا مت فأنت حر لوجه الله سبحانه وتعالى. دبرت أمة لها، فاشتكت عائشة فسألت بنو أخيها طبيبا من الزط، الزط هم جنس من السودان أو الهنود، فقال: إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها، أي سحرتها أمتها. فأخبرت عائشة
قالت سحرتيني، فقالت نعم، قالت فقالت ولما، قال ولما لا تنجينا أب لا تنجينا أبدا ولا تنجينا أبدا. ثم قالت بيعوها من شر العرب ملكة، بيعوها من شر العرب ملكة، أي عادة، يعني ذلك جزاء لما فعلته لأنها سحرت سيدتها. فأمرت عائشة أن تباع لشر شر الناس، يبيعوها من شر العرب ملكة، أناس شرسي الطباع ونحو ذلك، وذلك جزاء وفاقا لما فعلته. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العفو عن الخادم. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة قال أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة وهو آخر من مات من الصحابة بالشام، قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلامان، فوهب أحدهما لعلي صلوات الله عليه، وقال لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة. وهذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بالعبيد والخدم ورفع منزلتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى في أواخر حياته كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وذلك ليبين للناس علو المنزلة في العدل في هذا الأمر، ويؤخذوا في الحسبان، وألا يعني يسخر بهم أو يستهزأ بهم ونحو ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في سياق هذا الحديث، وقال لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا، وأعطى أبا ذر غلاما وقال استوصي به معروفا، فأعتقه. فقال ما فعل؟ قال أمرتني أن استوصي به خيرا فأعتقته. وهذه من الأخلاق الجميلة في الإسلام. قال بعد ذلك حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم. الخادم يطلق على الذكر والأنثى، المرأة خادم والرجل خادم، وليس له خادم. فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا نبي الله إن يا نبي الله إن أنسا غلام كيس كيس. وأيضا ومنه من هذه الكلمة اشتقت كلمة كويس في لغتنا الدارجة اليوم، وهي كلمة فصيحة، كيس وكويس، مثل شيء وشوي ونحو ذلك، أيضا كله فصيح. قال إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك. قال فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة، ثم توفي ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا قال لي لشيء لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا. وهذا فيه الرفق بالخادم، مع أن أنس غلام صغير، ما كان عمره في حدود العاشرة، والخطأ منه وارد، بل كثرة الخطأ منه واردة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يغض الطرف عن هذه الأمور ونحو ذلك. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم أيضا. ثم قال باب إذا سرق العبد. وقد سئل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كم نعفو عن الخادم، قال اعفو عنه كل يوم 70 مرة. وهذا يعني أثر عظيم جدا في الصبر والرفق بالخدم ونحو ذلك. ثم قال باب إذا سرق العبد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك بعه ولو بنش، بعه ولو بنش، أي ولو ب20 درهم. قال أبو عبد الله: النش 20 والنواة 5 والأوقية 40. وهذا الأثر رمز له الإمام الألباني بالضعف. ثم قال باب الخادم يذنب. باب الخادم يذنب. قال حدثنا أحمد بن محمد، وهذا هو صاحب تاريخ مكة الأزرقي، هذا لقبه الأزرق، وله كتاب تاريخ مكة للأزرقي. قال حدثنا داود بن عبد الرحمن قال سمعت إسماعيل بن أبي كثير عن عاصم عن لقيط بن صبرة عن أبيه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة. المراح هو المكان الذي تأوي إليه الماشية، المكان الذي تأوي إليه الماشية. قال سخلة، والسخلة هي ولد الشاة الصغير سمى سخلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن. وهذا الراوي يبين دقته في نقل الخبر، فقال هي كلمة في العربية طبعا يصح أن يقال لا تحسب ولا تحسب، ولذلك الشاطبي في الشاطبي يقول: ويحسب كسر السين مستقبلا سما، يعني يجوز فتحه، ونحن نقرأ يحسب و يحسب، وفي قراءة أهل سما اللي هو نافع وابن كثير وأبو عمرو يقرؤون بكسر السين، فهو في اللغة جائز يحسب ويحسب ولا تحسبن ولا تحسبن،
كلها صحيحة، لكن الراوي يبين دقته في نقل الخبر، قال لا تحسبنا ولم يقل لا تحسبنا، إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة، يعني عندنا من الإبل أو من الشياه عدد معين 100، فإذا ولدت واحدة ولدا صغيرا ذبحنا كثيرة بدلها، لا نريد أن تزيد ولا أن تنقص. فكان فيما قال لا تضرب ضعينتك، الضعينة هي المرأة، الضعينة هي المرأة، لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. وهذا الحديث صحيح وإسناده حجازي، إسناده حجازي من أوله إلى آخره. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من ختم على عبده خاتمة، على من ختم على عبده مخافة سوء الظن، بمعنى أنه كتب له كتابا ثم ختم، وضع الختم. لماذا وضع الختم؟ لئلا يزيد الخادم أو العبد شيئا لم يكتبه السيد، واضح؟ بمعنى يقول إذا كتبت كتابا فضع ختمك عليه لئلا يزيد فيه خادمك شيئا لم تقله، وذلك صيانة لسوء الظن، لأنك إذا أعطيته الكتاب غير مختوم فربما زاد فيه شيئا، أو يعني توهمت أنك زدت أو لم تزد فتدخل في سوء الظن به. ثم قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد أبو قال أخبرنا أبو خلدة عن أبي العالي وهو رفيع بن مهران الرياحي قال: كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعودوا خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء، يعني بمعنى إذا أعطيته مالا أو أعطيته مثلا كيلوات من الأرز أو نحو ذلك احسبها، مثلا لو أعطيته 60 كيلا من الأرز ولم تعدها، فجاء فذهب وأعطاها 60، ثم لعب الشيطان في ذهنك فقلت لا هي ليست 60 بل 70، فإنك ستتهم هذا العبد، واضح؟ فلذلك عد ما عندك حتى لا تدخل في تهمة الناس، هذا معناه. وإذا كان عندك شيء كله واحفظ عدده ومقداره ووزنه حتى لا تدخل في سوء الظن، وأيضا عده لئلا يسرق، فالإسلام يصون حق السيد ويصون حق أيضا الطرف الثاني وهو سواء كان خادما أو عبدا، فالإسلام قال يعني عد ما عندك وأحصه وعرف قدره ووزنه وكيله لئلا تسيء به الظن ولئلا يسرقه أيضا، هذا معناه. قال: باب من عد على خادمه مخافة الظن. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن سلمان قال: إني لأعد العراق على خادمي مخافة الظن. العراق هو العظم الذي أكل بعضه وأكل بعض لحمه وبقي منه شيء لم يؤكل، وذلك يعني ليدقق عليه في هذه الأمر لأنه يعني أبعد لسوء الظن ونحو ذلك. ثم قال بعد ذلك، وهذا أثر صحيح الإسناد كما قال الألباني، قال: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال: سمعت حارثة بن مضرب قال: سمعت سلمان إني لا أعد العراق خشية الظن. ثم قال بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أدب الخادم. هنا مسألة يعني لها تقاطع مع ما نحن فيه، وهي تقع في البيوت كثيرا وفي الأعمال كثيرا وفي حياتنا، وما من أحد منا إلا وله حاجة إلى هذه المسألة، وحب لكم أن تضبطنها وتعرفنها لأنها تتكرر كثيرا. عند الفقهاء ما يسمى بالأجير الخاص والأجير المشترك والمتبرع، اكتبنا هذه الثلاث المصطلحات، عندنا الأجير المشترك الأجير الخاص والأجير المشترك والمتبرع. الأجير الخاص هو الذي سلم إليك نفسه بعقد عمل، سواء مدة أسبوعين، مدة شهر، مدة سنة، مدة 10 سنوات. الأجير الخاص هو من بينك وبينه عقد ولا يعمل لغيرك، من بينك وبينه عقد مدة، اكتبنا هكذا الأجير الخاص، من بينك وبينه عقد مدة ولا يعمل لغيرك، هذا يسمى أجيرا خاصا، وله مسائل تختص بهذا سأورد بعض الأمثلة عليها. وعندنا الأجير المشترك وهو الذي هم الصناع، يعمل لك ولغيرك، كالخياط، ميكانيكي سيارات وهكذا، هذا يسمى أجيرا مشترك، وليس ملتزما بك، هو يعمل لأي واحد أتى بسيارته، ميكانيكي أو خياط، كل من أو خياطة مثلا، حسين مثال خياطة مثلا، تستقبل من أي امرأة قماشها وتخيط لها ما تريد، هذا يسمى أجيرا مشتركا. وعندنا المتبرع، المتبرع
هو الذي يعني إنسان متطوع، امرأة ذهبت إلى دار نسائية وقالت أنا أبغى أشتغل معاكم لوجه الله، أنا مثلا عندي خبرة في الكمبيوترات، أنا أصلح لكم الكمبيوترات والإشكالات التي تعتري الأجهزة. طيب عندنا المتبرع والأجير الخاص لا يضمنان ولا يعوضان ما أتلف إلا إذا فرط أو تعديا. الأجير الخاص والمتبرع لا يلزم بالضمان إلا إذا فرط أو اعتدى. نظيره إيش من الأمثلة؟ مثلا من الأجير الخاص الخادمة. الأجير الخاص الخادمة هذه مسائل في غاية الدقة لا يتنبه لها كثير من العوائل، خصوصا في بعض المسائل الدقيقة فيها وبعض النساء في هذا الباب. الأجير الخاص يستحق الأجر بالمدة. خادمة مثلا، خادمة تعمل في بيت ثم مرضت سبحان الله أسبوعين، أصابتها كورونا، مثال معاصر، أصابتها كورونا وأخذت الحجر الصحي عافانا الله وإياكم مدة 14 يوما. أعيد مرة ثانية، عندنا أجير خاص وعندنا أجير مشترك وعندنا متبرع. الأجير الخاص هو من بينك وبينه عقد مدة ولا يعمل لغيرك، هو من بينك وبينه عقد مدة ولا يعمل لغيرك، هذا يسمى في الفقه الإسلامي أجير خاص، هذا خاص بك. طيب وعندنا أجير مشترك وهم الصناع، عندنا أجير مشترك كالصناع، الخياط، الطباخ، البزاز، الحناط إلى آخره، هؤلاء يسمى الصناع. الأجير المشترك يستقبل أقمشة فلان وعلان وسعدان وزعطان من كل الناس، وليس بينك وبينه عقد مدة ولا ويعمل لغيرك، هذا أجير مشترك. وعندنا المتبرع المتطوع، المتطوع مع مندوبية، متطوعة مع دار نسائية تصلح لهم الكمبيوترات وعندها خلفية في هذا الباب. فعندنا الأجير الخاص والمتبرع لا يضمن ولا يسع عليه غرامة إذا أتلف شيئا إلا إذا تعدى أو فرط، إلا إذا تعدى أو فرط. عندنا مثلا الأجير الخاص الخادمة، خادمة تعمل في بيت ثم قدر الله أصابها مرض فمرضت يعني 14 يوما فأخذت الحجر الصحي، فلا يجوز لربة العمل أن تخصم عليها راتب نصف الشهر بدعوى أنك لم تعملي، أنت 14 يوم كنت في الحجر الصحي وإحنا نبغاك تشتغلي، فليس لهم أن يخصموا عليها نصف الشهر لأنه عقد عمل وعقد مدة، فلا بد أن يعطوها الراتب كاملا. مثال آخر، العائلة سافرت، العائلة التي تعمل لديها الخادمة سافرت العائلة مدة شهر، فإذا رجعوا من السفر لا يحق لهم أن يخصموا عليها راتب الشهر بدعوى أنك لم تعملي وأنت كنت مستريحة شهر كامل ما اشتغلت أي حاجة، ولا يجوز لهم لأن العقد عقد مدة فيجب أن يعطوها راتبها كاملا. مثال ثالث، خادمة معروفة بالدقة في العمل والأمانة والمهارة ونحو ذلك، قدر الله انكسرت شيئا من الأواني داخل المطبخ قيمته 500 ريال، فلا يجوز لربة العمل أن تخصم عليها 500 من راتبها لأن لم تفرط ولم تعتدي، هذا معنى لا تضمن إلا إذا فرطت أو اعتدت، فإذا لم تفرط أو لم تعتدي فلا يجوز أن يخصم لها من راتبها هذا الذي يعني عمل. ونظيره أيضا السائق، سائق معروف بالقيادة المطمئنة ويمشي في الشوارع الرويدة وينتبه ولا يلعب بالجوال وكذا وكذا، قدر الله له حادث وأجر تلفا أو ضررا في السيارة يكلف إصلاحه 2000 ريال مثلا، ولا يجوز لرب العمل أن يخصم عليه هذه الـ2000 من راتبه لأنه هذا أجير خاص وهو بمثابة الوكيل عنك، وبينك وبينه عقد مدة ولا يعمل لغيرك، فهنا ما لا يضمن ولا يغرم إلا إذا فرط أو اعتدى. الأجير المشترك وهم الصناع، الأجير المشترك هم الصناع الذين يعملون في، يستقبلون من كل أحد ولا يعمل لك وحدك، فهذا يسمى أجيرا مشتركا، فهذا يضمن، هذا لا نبحث هل فرط أو اعتدى، لأن علي رضي الله عنه له كلمة جميلة في ذلك يقول إنه لا يصلح الناس إلا ذلك، لا يصلح الناس إلا ذلك. مثلا امرأة عندها قماش ما شاء الله أتت به من دولة بعيدة ولا يكاد يوجد مثله في الدنيا، ثم سلمته إلى خياطة، ثم زعمت هذه الخياطة أنه قد تلف، أو زعمت الخياطة أنه سرق من بيتها، فلا تصدق، لأننا لو صدقناها فسيجرها ذلك إلى أن تسرق وتسرق وتسرق. ولذلك قال علي رضي الله عنه في تغريم الصناع إنه لا يصلح الناس إلا ذلك. ونظيره أيضا مثلا ورشة ميكانيكي يستقبل السيارات،
فلما جاءت يعني سيارة فارهة غالية سرق منها بعض القطع، سرق منها البطارية وسرق وسرق، ثم جاء صاحب السيارة وقال لك المعذرة، بالأمس سطى السراق على الورشة وسرقوا البطارية وسرقوا كذا وكذا. لا يصدق هذا، بل يدفع الغرامة، إلا إن سامح صاحب السيارة عفوا منه إحسان هذا أمر، لكن كحكم وإفتاء وقضاء لا بد أن يدفع، لأنه لو صدق غدا سيعتدي على سيارة فلان، وغدا سيسرق من سيارة زحادان، وهكذا وهكذا يتسلسل الأمر. فلذلك هذه مسائل دقيقة في مسألة الأجير المشترك والأجير الخاص والمتبرع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أدب الخادم. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت يزيد بن عبد الله بن قصير قال: أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق، الورق الفضة، فصرفه فأنظر في الصرف، فأنظر في الصرف بمعنى عمل نسيئة. الأصل في الصرف أنه يدا بيد سواء بسواء، فلا يجوز أن يتأخر القبض في الصرف، وهذا اللي يسمى بربا النسيء المعروف. قال: فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا، أي ضربه، وقال: اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه، لأنه باشر الربا. لذلك غضب عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وما سلف من المسائل في قولنا أن الأجير المشترك يعني يقال له إنه يعني يضمن، فإذا أراد صاحب السيارة وأراد صاحب القماش أن تسامح وتعفو، هذا ما في إشكال، هذا عفو منها وإحسان. وهذا الأثر حسن الإسناد. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه يزيد بن شريك التيمي قال: عن أبي مسعود هو عقبة بن عمرو البدري قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته من ورائه: لله أقدر عليك منك عليه، أي أن قدرة الله عليك أعظم من قدرتك عليه. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، فهو حر لوجه الله. وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم غضب لهذا الظلم، بخلاف ما كان يمارس على العبيد والأرقاء في الحضارات الماضية، وظلمهم والجور عليهم ومعاقبتهم بأشد العقوبة وحملهم على الأعمال الشاقة التي لا تستطيع أن تعملها أحيانا بعض الدواب. قال: فهو حر الوجه لا. فقال: أما إن لو لم تفعل، في بعض الروايات: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار، أما إن لو إنك لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار وأخذك لهيبها. وهذا تحذير ووعيد شديد لمن يظلم في هذا الباب. ثم وهذا صحيح. قال بعد ذلك: باب لا تقل قبح الله، لا تقل قبح الله وجهه. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عن النبي صلى الله عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول قبح الله وجهه. الأخت تقول: لو أنه يعني تجاوز الإشارة وهو يلعب بالجوال، هذا تفريط لا شك، هذا أنه تفريط. فنحن قلنا الضابط أنه ما لم يفرط أو يعتدي. قال بعد ذلك: لا تقول قبح الله وجهه، لأن الوجه هو أكرم ما في الإنسان، فلذلك صان الشرع هذا العضو، ولا ينبغي أيضا سبه والدعاء له بالقبح. قال بعد ذلك: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقول أن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم صلى الله عليه وسلم على صورتي، كرم الله بني آدم. وبعض أهل العلم قالوا كابن تيمية إن هذا الحكم أيضا ينصرف إلى أيضا حتى الكافر، لا تقول قبح الله وجهه. ثم قال بعد ذلك: باب ليجتنب الوجه في الضرب، ليجتنب الوجه في الضرب. قال حدثنا خالد ابن مخلد، جاء في بعض النسخ حدثنا خلاد وهو الصواب، بعض النسخ خالد بن مخلد وفي بعض النسخ خلاد، وخلاد هو الصحيح كما أثبته صاحب إتحاف المهرة. قال حدثنا سليمان قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني أبي وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه، فليجتنب الوجه، لأن الوجه يعني عضو لطيف وفيه مجامع المحاسن، وأن الأعضاء الذي فيه رقيقة تذهب تتلف سريعا كالعين والأذن والفم ونحو ذلك. فلذلك صان الشرع هذا، والوجه لا يجوز ضربه أيا كان، حتى ابنك
حتى المرأة لا يجوز أن تضرب ولدها في وجهه ولا أن تضرب بنتها في وجهه، هذا حرام، الوجه مصان وممنوع، وهذا صحيح أخرجه البخاري وأخرجه مسلم. قال حدثنا بعد ذلك خالد قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم، يعني أنه عمل له الوشم، هذا الشق الذي يعني يوضع يدخن منخراه، المنخر هذا ثقب الأنف، وذلك بشدة التسخين الذي بوشر بالحرق على هذه الدابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا، لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه. الوسم هذا مثل كي، طبعا عندنا في بارك في الحج وسم البهائم، وهو يعني جرحها بشيء لتتبين وتتميز عن غيرها، يكون في الجسد دون الوجه، أما الوسم في الوجه فلا يجوز بحال. فهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم، يعني هذا أن الوجه تضمن ثلاثة أحكام: النهي عن تقبيح الوجه، فلا تقول قبح الله وجه فلان، الثاني النهي عن الوسم في الوجه، ثالثا النهي عن ضرب الوجه لإنسان أو لدابة. ثم قال بعد ذلك باب: من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب، يعني أنه مندوب وليس يعني أنه واجب يجب أن يعتقه. قال بعد ذلك حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حصين قال سمعت هلال بن يساف يقول كنا نبيع البزة، البزة نوع من الثياب، في دار سويد بن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل، أي ضربها في وجهها، فقال له سويد بن مقرن ألطمت وجهها؟ قال لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا خادم خادم فلطمها. هنا سمى المرأة خادما، هذا الذي قلناه من حيث اللغة، المذكر والمؤنث خادم، وما لنا إلا خادم فلطمها بعضنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها. ثم قال حدثنا عمرو بن عون ومسدد كلاهما قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح عن زاذان، بالزاي أخت الراء ثم الذال أخت الدال، زاذان عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه، كفارة ذنبه وظلمه أن يعتقه. نحن طبعا من الأشياء التي لم ننبه عليها به الدرس، الشيء الذي أقول لكم فيه نسختان وهذا أصوب، لا يعني أن تشطبي على الكتاب، لا، أكتب بجوار الكلمة في نسخة كذا وهو الصواب، لا تشطبن شيئا مما هو في صلب الكلام إلا ما كان خطأ محضا كآية نسبة آية ونحو ذلك. قال بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل وهو من اليمن قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال لطمت مولا لنا ففر فدعاني أبي فقال اقتص، أي أمر هذا المولى أن يأخذ بثأره من ابن السيد، فدعاني أبي فقال اقتص. وهذه من الآثار التي الإسلامية التي يعني ورثها الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في العدل، ما في فرق بين رجل حر ورجل ليس بحر، ما في فرق بين رجل يعني شريف ورجل مثلا يعمل في مهنة متواضعة كما كان في الحضارات الماضية وفي أوروبا في القرون الوسطى، وأنه لا يحق لأحد أن يتكلم على الأشراف، وإن كلمهم أو سبهم فإن عقوبته قطع لسانه. لا، الإسلام ما عنده مثل هذه الخلال. قلنا خلاد ابن مخلد في حديث 174، في حديث 174 الأخت تقول هل نقول على غير الأنبياء على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم نعم، يقال لغير الأنبياء صلى الله، يقال لغير النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال فقال اقتص، كنا ولد مقرن سبعة لنا خادم فلطمها أحدنا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فقال مرهم فليعتقوها، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم خادم غيرها، قال فليستخدموها فإذا استغنوا خلوا سبيلها، بمعنى استخدمونها مدة يعني قبل أن يجدوا غيرها. ثم قال بعد ذلك حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ فقلت شعبة، وقال حدثني أبو شعبة وهو العراقي عن سويد بن مقرن مزني، ورأى رجلا لطم غلامه فقال أما علمت أن الصورة محرمة؟ الصورة هو الوجه،
الصورة الوجه، أما علمت أن الصورة محرمة؟ أي علمت أن ضرب الوجه محرم؟ رأيتني وإني سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا إلا خادم فلا طواه أحدنا، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه، وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. ثم قال بعد ذلك: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا فراس عن أبي صالح عن زادان أبي عمر قال: كنا عند ابن عمر فدعا بغلام له، فقلنا لغلام له كنا عند ابن عمر فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهري، فقال: أيوجعك؟ قال: لا. فأعتقه، ثم رفع عودا من الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود، أي أني اعتقت هذا المولى وليس لي فيه أي أجر. فقلت: يا أبا عبد الرحمن لما تقول هذا؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول، أو قال: من ضرب مملوكه حدا لم يأتي أو لطم وجهه كفارته أن يعتقه، كفارته أن يعتقه. ثم قال: باب قصاص العبد، وهذا فيه يعني منقبة ظاهرة للإسلام، حيث عامل العبيد والخدم على أنهم العبيد على أنهم يعني سواسية مع الناس في الحقوق الإنسانية والكرامة ونحو ذلك، لا فرق بينهم وبين الناس. قال: حدثنا محمد بن يوسف وقبيصته كلاهما قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت، عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمونة ابن أبي شبيب عن عمار بن ياسين قال: لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة، أي إلا أخذ منه القود والقصاص والثأر يوم القيامة. هو صحيح الإسناد. قال: حدثنا أبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر وهو الفراء قال: سمعت أبا ليلى وهو سلمة بن معاوية قال: خرج سلمان فإذا علف دابته يتساقط من الآري، من الآري وهو يعني مربط الدواب ومحل علفها، فقال لخادمه: لولا أني أخاف القصاص لا أوجعتك. يعني لماذا؟ لأنك أوجعت قلبي حيث لم تعتني بالطعام ومحل العلف للدواب، فجريت علينا بعض الخسائر. وقال عنه صحيح الإسناد. قال: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء، وهي التي لا قرن لها من الشاة القرناء، حتى الدواب من كانت ذا قوة واعتدت على الضعيفة فإن الله سبحانه وتعالى يقتص منها، فهذا من باب أولى في البشر. وهذا هو الشاهد يعني من الحديث على الترجمة والرابط بينهما، أن هذا إذا ثبت في حق البهائم فلأن يثبت في حق الآدميين من باب أولى وأفضل وأكمل. وهو أخرجه مسلم في صحيحه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة وكان ثقة حافظا لا يكاد يخطئ في الحديث قال: حدثني داود بن أبي عبد الله مولى بني هاشم قال حدثني عبد الرحمن ابن محمد قال: أخبرتني جدتي عن أمي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فدعا وصيفة لها أو لها الأصيفة له أو لها خادمة، فأبطأت فاستبان الغضب في وجهي، فقامت أم سلمة إلى الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب ومعه سواك، فقال: لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. زاد محمد بن الهيثم تلعب ببهيمة قال: فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله إنها لتحلف ما سمعتك، قال: وفي يده سواك. وهذا طبعا ضعيف، وهذا يعني ضعيف ليس بصحيح، فيه جهالة. قال: أخبرتني جدتي، جدته غير معروفة مجهولة، لذلك الحديث ضعيف لا يصح. وهذا إذا تبين في مثل هذا لا شك أن ظلم الخدم وضربهم، هناك صور أليمة في المجتمع يعني تسمع، وبعضها يعني تكتبها بعض المجلات الإعلامية، حقيقة موجعة للقلب. أحيانا يوقظ الخادم الساعة الثانية ليلا ليذهب إلى السوبر ماركت لشراء آيس كريم لطفل صغير، وكان بمقدور أمه أن تعلمه أن هذا بشر مثلك، لماذا يوقظ من نومه الساعة الثانية ليلا أو الواحدة ليلا لذهاب، يعني لو كان لشراء شيء ضرورة كدواء من الصيدلية أو نحو ذلك، لشيء لا يمكن تأخيره، هذا لا بأس به. أما فقط لأمور الرفاهية وكماليات الأطفال يوقظ العامل الساعة الثانية ليلا ويرسل وكذا وكذا وكذا، لا شك أن هذا يعني أمر غير جيد، وليس الإسلام لا يحثنا على مثل هذا. ونظيره أيضا بعض العوائل تكد الخادمة كدا لا تترك لها ساعة للراحة، وعلتهم في ذلك يقول: نحن نعطيها فلوس كما يقولون بالدارجة، بمعنى أنك
بما أنك أعطيتها فلوس فاستخدمها وكدها كدا شديدا، وهذا لا ينبغي، لا ينبغي. كما أن الإنسان يعلم أن الأيام قلب، وكثير من الناس تركوا أوطانهم وكذا وكذا وكذا، إنما هو لشظف العيش وحرارة الفقر وبغية ستر العورة للأولاد والبنات والبنين والعائلة وتكميل أمور مدارسهم وعلاجهم ونحو ذلك. ولولا الحاجة ما من أحد يفارق وطنه، يعني وليس له في ذلك يعني خير ولا فائدة في هذا السفر وهذه الغربة. فلذلك الرفق الرفق. وعموما كل إنسان أحب أن يختبر أخلاقه ومعدن أخلاقه ونبله وكرمه يختبرها إذا تعامل مع من هو دونه. اليوم لو تعامل الإنسان مع مديره في العمل يجب غصبا عنه أن يحترمه أصلا، وهذا الاحترام ليس فيه فضيلة لأنه فيه مصلحة. وكذلك إذا تعامل الناس مع الوجهاء وذوي الهيئات والمروءات جبرا عنه قسرا عليه أن يحترمهم وأن يتعامل بأسلوب رائع رائق، لأنه لا مندوحة له عن هذا الأمر إلا أن يستجلب ودهم بالاحترام والكرم ونحو ذلك. أما إذا أردت أن تختبر أخلاق فاختبره في تعاملك مع من هو دونك، هنا تتضح معادن الأخلاق والمعدن النفيس من المعدن الخسيس. فتعامل هذا يظهر النفوس الشريفة الأبية الكريمة من النفوس الخسيسة التي يعني تتجرأ على من هو دونها، أو تسمح لأولادها بالتطاول على من هو دونهم في الرتبة المجتمعية. وإلا عند الله الكل سواء، ما في فرق عند الله سبحانه وتعالى، لكن نتكلم كرتب اجتماعية ونحو ذلك. فهذا ينبغي أن يفطن له وأن يعطى الناس حقوقهم في مثل ذلك. والإنسان ليعلم أنه كلما من ابن تيمية له قاعدة جميلة في هذه تكتب على الحناجر ولو بالخناجر: من عامل خلق الله بصفة عامله الله بعين تلك الصفة في الدنيا والآخرة. من عامل خلق الله بصفة عامله الله بعين تلك الصفة في الدنيا والآخرة. من أحسن إليهم أحسن إليه، من جاد عليهم جاد عليه. الله سبحانه وتعالى يقول: وأحسن كما أحسن الله إليك. والآيات في هذا كثيرة جداً: من هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، من أحسن أحسن الله إليه، وهكذا إلى آخره. قال بعد ذلك: حدثنا محمد ابن بلال قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة بن أو أبي أوفى، عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة، من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة. ضرب ضربا ظلما، ضربت من؟ أي شخص، لأنه هنا حذف المعمول أو المفعول فدل على الشمول والعموم. من ضرب ضربا أي ضرب ظلمته ظلما فإنه بعد ذلك يعني يعتد ظلما إذا لم يكن بحقه، فلا بد أن يقتص من الإنسان يوم القيامة. وليعلم الإنسان أن حقوق الناس على المشاحة، هذه قاعدة عند أهل العلم، يقولون: حقوق الله على المسامحة، وحقوق الآدميين على المشاحة. يعني شح، ما يسامح. لا تتوقع أن من يفر من أمه وأبيه يوم القيامة أنه سيعفو عنك، لا يمكن، لا يمكن أن يسامحك. أما حقوق الله فإنه سبحانه وتعالى كريم ورحيم ونحو ذلك إلى آخره. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا خليفة، وهو خليفة بن خياط العصفري، والعصفري هذه نسبة للعمل في صبغ الثياب، كما اليوم نصبغ الأبيض بالنيلة الأزرق الفاتح، فكانوا يصبغون هذه بهذه الألوان العصفر ونحو ذلك. فذلك النسب قال هو العصفري. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثني أبو العوام قال حدثنا عن قتادة عن عبد الله ابن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة. قال بعد ذلك: باب اكسوهم مما تلبسون. ولعلنا إن شاء الله نستأنف بعد 5 دقائق من هذا الباب بإذن الله تعالى. من ضرب، تقول حتى ضرب الوالد لولده للتأديب، لا بالعكس، لا يقتص منه هذا فيه فضيلة وميزة كبيرة، لأنه يعني يصير به إلى الأدب، وهو مأمور بأن يأخذه نحو الأدب ونحو الأخلاق الفاضلة، وأن لا يتركه ليصبح بطالا يعني عيابا سبابا للناس. فهذا بالعكس يؤجر عليه بعد أن يأخذ الطرق الشرعية في النصيحة والتوجيه ويستنفذها،
وأن يضربه الضرب المشروع الذي ذكرناه بشرائطه في الدرس الماضي، فذكرنا شروط الضرب للأولاد بما يغني عن الإعادة. وأنا أستأنف إن شاء الله بعد 5 دقائق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب اكسوهم مما تلبسون. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن أبي حزرة عن عبادة بن الوليد عن ابن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي في الأنصار قبل أن يهلكوا، يعني قبل أن يموتوا، كما يقال في الفرائض هلك هالك بمعنى مات، وأيضا كما في قول الله عز وجل: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات وما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك. فكان أول من لقينا أبو اليسر، وهذا أبو اليسر كان قصيرا، يعني قصير الخلقة، وهو الذي أسر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العباس طويلا جدا، وكان يعني ما شاء الله جسيما، حتى إنهم كانوا يقولون في سيرته: كان إذا طاف بالكعبة كأن جبال مكة تطوف بها من فرط طوله وعرض جسمه. فأبو اليسر هذا هو الذي أسر عم النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: كيف أسرته وأنت بهذه الخلقة وهو ما شاء الله بهذه الجسامة؟ فقال: أعانني عليه معين، أعانني، أي أن الله يسر له وأعانه في هذا الأمر، وهو الذي أيضا أنزل الله فيه: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وفي الشيء الذي ألم به من المرأة التي جاءت تشتري من عندي، إلى آخره، القصة معروفة. قال عن قال أول من لقينا أبو اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له، وعلى أبو اليسر بردة ومعافر، والمعافر هذا برد يماني منسوب لقبيلة معافر، وهي بطن من همدان. قال: وعلى غلامه بردة، وهي البردة الشملة المخططة التي عليها خطوط. فقلت له: يا عمي، لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، وأخذت معافريه وأعطيته بردتك، بمعنى يعني أنه كان يلبس جزء من ملابسه نوع فخم، والجزء الثاني من اللبس جزء متواضع، وكذلك غلامه كان يلبس جزءا فخما وجزءا متواضعا. فقال له: لو أخذت الفخم الذي عند الغلام هذا ولبست الفخمين وجمعت له المتواضعين، هذا معنى الكلام، كانت عليك حلة أو عليه حلة. فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه، يا ابن أخي، بصر عيني هاتين، أو بصرت عيني هاتين، وبصر عيني هاتين، بصر عيني هاتين، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي، وأشار إلى نياط قلبه. نياط القلب هو عرق معلق بالقلب، وفي بعض النسخ مناط قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ حسناتي يوم القيامة. طبعا كسوة العبد طبعا، أو هذا ليس يعني أنه إذا اشترى السيد لبسا ب1000 ريال يجب أن يشتري للثاني لمولاه الرقيق الذي عنده أن يشتري له بنفس السعر، لا، لأنه سيأتينا حديث: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، الشيء الذي يعرف عند الناس أنه يعني جيد وأنه يصلح لللباس ونحو ذلك، فهذا الذي يجب فيه، ولا يعني المماثلة من كل وجه. قال حدثنا سعيد ابن سليمان، وفي بعض النسخ شعبة ابن سليمان وهو خطأ. قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا، وهذا معنى كان بمعنى أنه كان يكثر، وهذا هو نبي الرحمة، وهذا هو النبي الذي جاء بمساواة الناس ببعضهم، ليس كالحضارات التي تدعي المساواة والحرية وهي أبعد الناس عنها. بالمملوكين خيرا، ويقول: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، أي من جملة ما تلبسون، ولا تعذبوا خلق الله. وفي كلمة لا تعذبوا خلق الله ترقيق للقلب وإشعار بالمساواة، يعني ترى هذا مثلك، ما في فرق،
أنت خلق من خلق الله وهو أيضا خلق من خلق الله. ولذلك الأصل أن يقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوهم. كان سياق الكلام يقتضي أن يقال هكذا ولا تعذبهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار مفردة وكلمة ترقق القلوب وتحسس الإنسان بأنه لا فرق بين الناس، ولذلك قال ولا تعذبوا خلق الله. ثم وهذا أيضا أطعموهم مما تأكل، ليس قلنا ليس في إلزام بأن يأكل يعني عبده يعني بكل ما يأكل من جنس، لكن من جنس الطعام المقبول والمأكول ونحو ذلك. وسيأتينا في أنه أيضا إذا اشترى شيئا أو طبخ شيئا لا يريد أن يعطيهم منه فليناولهم منه ولو شيئا يسيرا. وهو حديث صحيح قال حد باب سباب العبيد، السب هو نسبة الإنسان إلى عيب ما، فكل نسبة إلى عيب تسمى سبا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل بن الأحدب قال سمعت المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر أبو ذر الغفاري وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بلال بن رباح حين قال له يا ابن السوداء، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمي؟ هذا استفهام فيه توبيخ، بل زاد في صحيح البخاري في الرواية التامة هناك إنك مرء فيك جاهلية. قلت نعم ثم قال إن إخوانكم خولكم، إن إخوانكم خولكم، أي بمعنى هم من جملة النعم التي عندكم، وكل ما أعطاك الله من النعم يسمى تخويلا، الخول كل ما أعطاك الله من النعم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الأنعام وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، كل ما عند الإنسان إذا مات فإنه يتركه، هذا معناه. قال إن إخوانكم خولكم، وأيضا في هذا السياق على وجه الخصوص سموا خولا لأنهم يتخولون أموركم وينوبون عنكم ويقومون بإصلاحها ونحو ذلك. جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلف وليلبسه مما يلبس. طبعا هذا ندبا للمواساة لا للمساواة، ندبا. الصوت موجود؟ قلنا هذا ندبا للمواساة لا للمساواة، للمواساة لا للمساواة، لحديث للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. قال وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. وهذه هي أخلاق الإسلام، لا ينبغي تكليف من تحت يدك من مثل هؤلاء بأن تكلفه بالأعمال الشاقة المضنية وتجعله كالمكينة لا يتوقف 24 ساعة وليس له ساعة استراحة ولا يوم استراحة، ولا هذا ليس من خلق الإسلام وليس من الإحسان في شيء. ومن يستجلب إحسان الله فليطلبه دائما بالإحسان إلى خلق الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا يشابهه أيضا قلنا الخدم ليس عبيدا، لكن بعض المسائل الجامعة التي تتفق معهم نحن نريدها لما بينها من المقاربة والمناسبة. كذلك الخادمة لا تلزم بالأعمال الشاقة ولا تتوقف عن العمل وكذا وكذا، بل تعان إذا كلفت بالشيء المجهد المتعب ونحو ذلك. ثم قال بعد ذلك باب هل يعين عبده؟ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر وهو جعفر بن أبي وحشية قال سمعت سلام بن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرقاؤكم إخوانكم فأحسنوا إليهم، استعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبوا. هذا الحديث حديث صحيح ولا تضر فيه الجهالة. قال عن سلام سمعت سلام بن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قاعدة، جهالة الصحابي لا تضر. إذا ما عرفنا من الصحابي الذي روى الحديث هذا لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول وكلهم موعودون بالجنة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالصحابة كلهم عدول. وهذا الحديث وإن كان في بعض النسخ مكتوب أنه ضعيف لكنه صحيح، لأن جهالة الصحابي لا تضر. هذا الحديث صحيح. قال بعد ذلك حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أعين العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب.
فإن عامل الله لا يخيب عامل الله، هو من يعمل لأداء حق فرضه الله عليه، من يعمل لأداء حق فرضه الله عليه، وفيه الإعانة. وإذا طلب الإنسان خدمة من خادمه أو من رقيقه أو نحو ذلك. ثم قال: باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن بكير بن عبد الله عن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. وفي بعض الأحاديث والروايات: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، الشيء الذي يتعارف أنه من الطعام المقبول وأنه من اللبس المقبول، هذا الذي يصرف للمملوكين. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الليث قال حدثني ابن عجلان عن قال بكين أن عجلان أبا محمد حدثه قبيل وفاته أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف إلا ما يطيق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال: معرور مررنا بأبي ذر وعليه ثوب وعلى غلامه حلة، فقلنا: لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت أيدي فليطعمه مما يأكل البس ومما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. ثم قال بعد ذلك، وهو حديث صحيح، قال: باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. وهذا فيه يعني شيء عظيم مما نحن فيه، وهو الإحسان أيضا حتى إلى الخدم والصدقة عليهم، ففيها خير عظيم. وأيضا لا يتشدق بعض الناس بأنني أعطيه راتب ولا أتصدق عليه ولا كذا ولا كذا، فإن هذه الرواتب يعني تذهب إلى قربائهم وذويهم وأولادهم وبناتهم، والحقوق على ذلك المال كثيرة، فليعني يعطون من مثل هذه الأموال، وهي صدقة عظيمة من من كان يعمل عنده. وأيضا يجوز أن يعطى من الزكاة، لأن الزكاة الله سبحانه وتعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهم تحت هذا البند، فيجوز أن يعطوا من الزكاة ومن الصدقة. ثم قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا بقية قال أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة، أي أنه فيه أجر ومثوبة. وهذه رغم أنها نفقة واجبة فيما يخص الولد والزوجة، ومع ذلك فيها الأجر العظيم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة. هذا عاصم بن بهدلة هو عاصم بن أبي النجود الذي نقرأ القرآن إلى سنده حفص عن عاصم، هذا هو عاصم، يسمى عاصم بن أبي النجود ويسمى عاصم بن بهدلة، هذا هو. واختلف في بهدلة هذه هل هي أمه أو أبوه، على خلاف. عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما بقى غنى، وأي بمعنى ما ترك غنى، بمعنى لا تتصدق بكل ما عندك، فبل تبقي شيئا تستغني به عن الناس وتستغني به عن ذل المسألة والحاجة ومذلة مد اليد للناس، فتصدق، ولكن كما قال الله في ضابطه ذلك الأمر: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا تكون مغلول اليد، لا تستطيع أن تدخل يدك في جيبك للصدقة، ولا تنثر ما عندك كله لأنك ستحتاج إليه. قال: واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد المعطية خير من اليد الآخذة. وابدأ بمن تعول، تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلنا إلى من تكلنا. فهذا فيه أن نفقة الزوجة قد تنفك في بعض الأحوال كحالة النشوز والطلاق، وأما نفقة الولد فإنها لا تنفك بحال، لأن العلاقة بين الأب وولده لا تنفك. وهذا الحديث صحيح. ثم قال بعد ذلك: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل: عندي دينار. فقال: أنفقها على نفسك. صوت موجود؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل: عندي دينار. فقال: أنفقه على نفسك. وذلك أن الإنسان أيضا إذا احتسب ما يصرفه على نفسه فإنه له أجر، يعني لو نوى الإنسان بالطعام الذي يأكله أنه ليتقوى على أداء حق الله
وعلى أداء حقوق زوجه أو زوجته أو أبنائه أو كذا، أو أيضا حتى الملابس ينوي بها، ستر العورة لإقامة الصلاة، هذه كلها فيها أجور. ولذلك يقولون النية تجارة العلماء، النية تجارة العلماء. عدد أمور الخير في عمل الواحد، حتى الصدقة مثلا، إذا جئت تعطي الصدقة للفقير انوي بها اولا، اول شيء التقرب الى الله عز وجل وامتثال امره، وانوي بها انك تستر عوره مسكين، وانوي بها انك تغنيه ان يسال غيرك، وانوي بها ان تدخل السرور عليه، واعظم الاعمال الى الله سرور تدخل على مسلم. لذلك يقول العلماء النيه تجاره العلماء، فيمكن ان تعدد اشياء كثيره في نيه في عمل واحد وتحصل على اجور كثيره من الله سبحانه وتعالى، لانك تتعامل مع الرب الغفور الشكور. قال أنفقه على نفسي، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجتك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، ثم أنت أبصر، يعني أنت أبصر بحالك، وانظر من تتصدق عليه بعد ذلك. قال وفيه أيضا أن الخادم إذا كان في احتياج، أو أن راتبه أحيانا قليل وأهله في بلده يزعجونه بالاتصالات أعطنا أعطنا، هذا أيضا يضايق نفسيته ولا يستطيع يعني أن يعمل العمل بالطريقة المرضية. فينبغي للأسر أن تكون يعني متفهمة لهذا الأمر، ولتعينه في بعض الأمور وما يتيسر لها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنفقه على خادمك ثم أنت أبصر. قال باب إذا كره أن يأكل مع عبده، قال حدثنا محمد. طبعا هنا الإمام البخاري بعد أن انتهى من صلة الرحم وبعض القضايا وقضايا الأسرة والبنت المطلقة وكذا وكذا، جاء إلى شريحة وهي لها علاقة بالمجتمع، قد تكون ليست من صلب ذلك المجتمع يعني وطنا، لكنها مرتبطة بذلك المجتمع كالخدم والعبيد، ولهم يعني التصاق قوي بهذه العوائل وهذه المجتمعات. فبين أن يذكر حالهم، وهذا فيه حرص الإسلام على تماسك المجتمع، إذ يذكر حقوق كل أحد لا يفرط في حق أحد. قال حدثنا محمد بن سلام، قال أخبرنا مخلد بن يزيد، قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر، بمعنى أنه طبخ له وعانى الحر وتجهيز الطعام والمشقة في ذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه. قال نعم، يعني أن يدعوه ليأكل معه. قال فإذا كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده، أكلة بمعنى قليل، أعطيه ولو لقمة واحدة. وهذا فيه أيضا توجيه، يعني حتى في مسألة الخدم، أحيانا قد يرسل السائق لشراء أفخم ويعني أطيب أنواع الأطعمة وما لذ منها وطاب، ثم يعني تتعلق نفسه بما ذهب وباشر في شرائه، ثم ينسى أن يعطى. فمن كريم الخصال وجميل الخلال أن يعطى منه ولو شيئا يسيرا، وكذلك الخادمة في هذا الباب. قال فليطعمه أكلة في يده. ثم قال باب يطعم العبد مما يأكل، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وابن قعنب القعنبي، من أوائل من أخذ عنهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى، حيث أخذ عن عبد الله بن مسلمة وكان عمره في حدود 18 في رحلته إلى مكة. قال حدثنا مروان بن معاوية عن الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول أطعموهم مما تأكلون، ألبسوهم من ملبوسكم، ولا تعذبوا خلق الله. والحديث تقدم قريبا. قال بعد ذلك باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل، باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل. وهذه الترجمة تحتمل يعني معنيين، المعنى الأول هل يجب إجلاس الخادم عند الأكل، والمسألة الثانية أو المعنى الثاني الذي ترمز إليه، هل جلوس الخادم مع رب عمله إساءة أدب، ليبين أن ذلك ليس من ما ينافي الأدب وأنه لا يجب أن يجلسه. فقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد، يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم خادمه بطعام فليجلسه، فإن لم يقبل فليناوله منه، فإن لم يقبل فليناوله منه. ثم قال بعد ذلك حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو يونس البصري عن ابن أبي مليكة، وهذا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أدرك 30 صحابيا. قال أبو محذورة، وهذا صحابي صغير كان يؤذن يعني، وسمعه في فتح مكة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم غلمانا يؤذنون فدعاهم، ومنهم أبو محذورة، فكان صوته جميلا نديا، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته وأمره وعينه مؤذنا لأهل مكة. فهذا فيه استغلال الكفاءات وتنمية الموهوبين.
المتعلقين والعناية بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أولى من يعتني بهؤلاء ويحتوي الكفاءات ويحث أصحاب المواهب والهمم في تخصصاتهم وشؤونهم لأن يكونوا بارعين مؤثرين فيه. قال: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان، إذ هذه الفجائية يعني فجأة جاء صفوان بن أمية بجفنة، وهي القصعة الكبيرة يحملها نفر في عباءة، عباءة كساء مفتوح من قدامه، يعني يشبه المشلح والبشت الذي يلبس اليوم عند الرجال، فوضعوها بين يدي عمر، فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه، أكلوا. انظرنا، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشهود له بالجنة، ومع ذلك لا يأنف ولا يستنكف أن يجلس مع الخدم والعبيد ويأكل معهم، ويرى في ذلك أنه أمر عادي بل هو الطبع العادي. ولذلك أيضا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه هو من أحسن من ضرب مثالا رائعا في هذا الباب، وهو أنه بعض مقربيه شكى إليه، يعني لماذا تجلس الخدم في الجلوس مع ذوي الهيئات والمرؤات، لو جلست لو جعلت لهم مجلسا وجعلت لنا مجلسا آخر ونحو ذلك. فغضب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وقال: مسكين صاحب هذا الاقتراح لم يتلذذ بالجلوس والأكل مع الفقراء، قال: من استطاع أن يجلس معي فليأكل، ومن لم يستطع فليس مجبرا. فهذا هو الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في هذا، وكبار من كانت نفسه كبيرة فهو الذي ينشر عبق التواضع، وهو الذي يكون كالطير الموطأ وأكنافه موطأ للناس، ويقصده الصغير والكبير ولا يجد حرجا في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة من خدم المدينة، قالت: يا رسول الله، وكان في عقلها بعض شيء، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فجعل يكنيها ويلطفها ويناديها بأحب الأسماء، ثم جعلت تكلمه فترة، ثم جعل يرد عليها بكل تواضع وإخبات لله سبحانه وتعالى. فكذلك النفوس الكبيرة كلما اعتلت وبلغت مرحلة شماء عالية تواضعت وتذللت. ولذلك السنبلة يقولون: السنبلة المثقلة بالحب تحني رأساً، السنبلة التي تكون مليئة بالخير تتواضع وتنحني، وأما السنبلة الفارغة فإنها تعلو ولا تصلح إلا علفا. وذلك يقولون: السنبلة المثقلة بالحب تحني رأسا، والفارغة يعني تتعالى ولا تصلح إلا علفا. ملأ السنابل تنحني بتواضع، والفارغات رؤوسهن شوامخ. ويقولون: من شمخ برأسه إلى السقف شجه، ومن طأطأه أظله، وأكنه ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. قال: فأكلوا معه، ثم قال عند ذلك: فعل الله بقوم، أو لح الله قوما بمعنى قبحهم، يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم. فقال صفوان: أما والله ما نرغب عنهم، ولكن نستأثر عليهم، ولا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. كان الناس يعني عندهم قليل من الطعام والزاد ونحو ذلك. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا نصح العبد لسيده. باب إذا نصح العبد لسيده، وهذا الذي ينبغي لتحصل الألفة في المجتمع، أن العبد ينصح سيده والسيد ينصح عبده. ومن العجيب في اللغة العربية كلمة نصح، عندنا كلمتان: نصح وثانية، اللهم صل وسلم، ذهبت الثانية. عموما كلمة نصح من الكلمات التي تحوي معنى الخير كله. العرب تقول: نصح الثوب إذا خاطه. أحسنت الأستاذ إيمان، الفلاح، نعم، نصح والفلاح. يقولون: نصح الثوب إذا خاطه، ونصح العسل إذا صفاه ونقاه من الدخل، ونصح للطلاب إذا علمهم. فكلمة في كل معنى الخير، إذا أدخلت كلمة النصيحة يستقيم المعنى. كل معاني الخير إذا أدخلت معها كلمة النصيحة فإنه يستقيم المعنى ويكون ما فيه أي خرم ولا خرق. قال: باب إذا نصح العبد لسيده. قال: حدثنا إسماعيل، والنصيحة من العبد لسيده في إحسانه إليه، في تبيين ما يضره في بيته وأهله، في حفظه لماله، كل ذلك يدخل في النصيحة. قال: حدثني مالك عن نافع، وكانوا يقولون: من زينة الدنيا أن يقول المرء حدثني مالك. يعني من عنده إسناد أو أنه تتلمذ على الإمام مالك، هذا يعني في الدنيا ما يعدله أحد. كانوا يقولون: من زينة الدنيا أن يقول المرء حدثني مالك. قال: حدثني مالك
عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين. إذا نصح لسيده، وذلك بامتثال أمره والقيام عليه في ماله وحفظ حقوقه وكذا وكذا، هذه كلها تسمى نصيحة. ثم قال: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا المحاربي وعبد الرحمن بن زياد قال حدثنا صالح بن حي قال: قال رجل لعامر الشعبي، وهذا الرجل من أهل خراسان كما جاء التصريح به في صحيح البخاري: يا أبا عمرو، إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده، إن الرجل إذا أعتق أم ولدي ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. فقال عامر، الصوت موجود، فقال عامر: حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة مررت بها قريبا، ورأيت في استفتاء في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو استفتاء يعني كان نصه: هل كل من لم يكن مسلما فهو كافر؟ النتيجة الصادمة، استفتاء عنوانه: كل من كان على غير دين الإسلام هل هو كافر؟ النتيجة الصادمة في هذا أن 44% قالوا ليس بكافر، إذ قد يكون مسيحيا أو قد يكون نصرانيا. وهذا يدلنا على أن يعني أبواب التوحيد لا بد أن تدرس للعامة بأسلوب عامي. الآيات واضحة وصريحة أن كل من كان غير مسلم فهو كافر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى إذا أن قال ذلك إفكهم بما كانوا يفترون، وإن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. الآيات واضحة وصريحة، والعجيب ترى أن يعني 44% ممن شاركوا في الاستفتاء يرون أن يعني اليهودي أو النصراني غير كافر، يقولون هو مؤمن بوجود الله، يظنون أن معنى الإيمان المنجي هو فقط مجرد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هم مشركون، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالوا إن الله المسيح ابن مريم إلى آخره. فهذا يدل على لابد يجب العناية بأبواب التوحيد ونحو ذلك، وخصوصا تدريسها للعامة بأسلوب سهل مبسط بعيدا عن التعقيدات، وتكون يعني أسلوبها ولغتها سهلة جدا. قال بعد ذلك: فقال رجل آمن، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وأيضا في حديث قال: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أكبه الله في النار. قال: والعبد المملوك إذا أدى حق الله، إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده آمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، يعني أعطيناك هذا الحديث وأعطيناك هذه المسألة من غير تعب ولا مشقة ولا أجرة، وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. يعني كان الناس إذا يبحثون عن مسألة واحدة أو حديث يركبون مسافات بعيدة لأجل أن يحصلوا العلم والحديث الواحد، وأما أنت اليوم فقد جاءك الحديث مجانا. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه سندا ومتنا. قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بكر عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرض الطاعة والنصيحة له أجران. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه سندا ومتنا. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي له أجران المملوك له أجران إذا أدى حق الله في عبادته، أو قال في حسن عبادته، وحق مليكه الذي يملكه. ثم قال: باب العبد راع
وهذا يعني إعلاء من شأنهم ليستشعروا أنهم جزء عليهم مسؤولية في هذا المجتمع وفي هذه العائلة التي يقومون بشؤونها. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس وهو ابن أخت الإمام مالك، وهنا يروي عن خاله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع، ما من أحد إلا وعليه مسؤولية في المجتمع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، وعبد الرجل راع على مال سيده ومسؤول عنه، على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأخرجه البخاري في صحيح سندا ومتنا. ثم قال بعد ذلك: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبي عن عبد الله بن سعد مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله، فإذا عصى سيده فقد عصى الله. وهذا الإسناد ضعيف، فيه عبد الله بن سعد وهو مجهول، عبد الله بن سعد مولى عائشة مجهول. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أحب أن يكون عبدا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال عن يونس وهو بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران، والذي نفس أبي هريرة بيدي لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا. وهذه يعني نظرة من أبي هريرة رضي الله عنه لما سمع أن العبد له أو المملوك له أجران إذا أدى حق الله وحق سيده. وفي قوله وبر أمي قال الزهري: بلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. قال الزهري: بلغنا أن أبا هريرة قال الزهري بلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. وهذا يدل على عظم مرتبة بر الوالدين وما فيه من المنزلة العظيمة. قال: وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي. وهذا بوب عليه البخاري هذا الحديث في صحيحه، قال: باب كراهية التطاول على الرقيق. وهذا يوضح المعنى المقصود، الإزراء والاحتقار ونحو ذلك، هذا كله مما لا يجوز. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، عبدي أمتي، كلكم عبيد الله، كلكم عبيد الله. لأن يعني حقيقة العبودية هي لله سبحانه وتعالى، وهذا فيه تعظيم، والإنسان إذا قال عبدي فيه يعني تعظيم لنفسه، ويعني أنه يرفع نفسه منزلة ما ينبغي له أن يقولها، هذه تفضي إلى الكبر والإعجاب ونحو ذلك. قال: كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، وليقل غلامي وجاريتي وفتايا وفتاتي. يعني حتى في المناداة، حتى في الخطاب، حتى في النداء، يعني كن لبقا، كن لطيفا، قل جاريتي، قل فتايا، قل فتاتي، لا تقول عبدي، هذا يعني ليس جيدا في النفوس ونحو ذلك. قال: وهذا الحديث صحيح. وعلى كل حال يعني العلماء رحمهم الله تعالى في كلمة عبدي وأمتي يقولون يعني هناك إذا كان من طرف ثالث يجوز. يعني مثلا السيد لا يجوز يقول هذا عبدي أو تعال يا عبدي، وكذلك نفسه العبد ما يجوز أن يقول أنا عبد فلان ونحو، بل يقول أنا مولى ونحو ذلك. فقالوا إذا كان من طرف ثالث فإنه يجوز لانتفاء هذه العلة التي هي علة التعظيم والكبر والإعجاب ونحو ذلك. فلو قال أحد هذا عبد فلان فإنه يصح إذا كان من طرف ثالث. وله شواهد في القرآن مثل إيش؟ من عبادكم وإمائكم، إذا من عبادكم وإمائكم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وفيه أيضا أذكرني عند ربك فأنساه الشيطان. فقالوا إذا كان مثل هذه الكلمات من طرف ثالث
فإنه يجوز، أما إذا كان من نفس السيد أو من نفس العبد فإنه لا يجوز أن يطلق مثل هذا الأمر. وأيضا من مساوئه أيضا أن لا يتخذ عادة ونحو ذلك. قال بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يقول سيدي؟ قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني. قال بعد ذلك قال قبله لا نعم هذا الحديث 210. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي، كلكم مملوكون والرب الله سبحانه الله عز وجل. فهذا يعني فيه جواز إطلاق كلمة السيد. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة هو سعيد بن يزيد بن مسلمة عن أبي نضرة وهو منذر بن مالك بن قطعة بضم القاف وفتح الطاء قطعة، قال عن مطرف وابن عبد الله بن الشخير، وهذا ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا، فقال: السيد الله. السيد الله يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أحال الأمر على الحقيقة، لأن السؤدد الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. وأيضا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نوع يعني نوعا من التواضع ولتعليمهم. وأيضا له ملحظ ثالث وهو أنهم كانوا يعني حدثاء عهد بالإسلام، وهم جرت عادتهم في تعظيم أسيادهم وتعظيم كبرائهم وأشرافهم ما كان يعني عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم أنه عبد من عبيد الله. ولذلك في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أمته يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله، يعني لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل بها الله سبحانه وتعالى. وذلك بالغ النصارى حتى قالوا: المسيح ابن الله، وصلوا إلى هذه المرتبة. فأما إذا انتفى هذا التعظيم الزائد، فإن إطلاق كلمة السيد ما فيها بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد والآدم ولد آدم ولا فخر. وأيضا لما جاء سعد بن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا لسيدكم إلى آخره. فدل ذلك على الجواز إذا انتفى مانع الكبر والتعالي على الناس، وما يعني يفضي إلى الأشياء التي قد تكون يعني شركا في التوحيد ونحن ذلك. واليوم يشيع مثلا في الحجاز وفي الشام كلمة سيدي وسيدي ونحو ذلك، فإذا كان من قبيل الاحترام الذي ليس فيه مبالغة ونحو ذلك هذا لا بأس به. ثم قالوا: أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال فقال: قولوا بقولكم، أي قولوا لأجل الشيء الذي يعني جئتم بسببه، ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يغلبنكم الشيطان فيجعلكم وكلاء له في رفع الناس فوق منزلتهم التي أنزلهم الله، مما يفضي إلى شرك في وغلو ونحو ذلك. وهذه الأمور قد الإنسان لا يرى يعني مثلا إشكالاتها مما كان مثلا يعيش في بلاد التوحيد مثلا. ففي كثير من الدول يعني هناك تعظيم لآدميين لا يتصور ولا يتخيل، والنزول بحضرة الأموات والاستغاثة بهم في قبورهم: يا جيلاني يا جيلاني يا كذا يا كذا. هذه الأمور موجودة كثير في دول كثيرة. فلذلك يعني سد الذرائع في مثل هذه الأمور إذا كان يفضي إلى يعني تعظيم، يفضي إلى مرحلة الشرك والعبودية ونحو ذلك، فهذا يحرم. ثم قال: باب الرجل راع في أهله. قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله ومسؤول، والمرأة راعية في بيت زوجها هي مسؤولة، هي مسؤولة في بيت زوجها.
قال والرجل راع على أهله ومسؤول في وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها مسؤولة، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه سندا ومتنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب، وتقدم قريبا عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي سليمان مالك بن الحويري فهو الليثي قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون إما في السلم في العلم أو في القراءة قراءة القرآن، وثبتت الروايات بالأمرين. قال وأقمنا عنده العشية فظن أن اشتهينا أهلينا، فسألنا عمن تركنا من أهلينا في أهلينا، فأخبرناه وكان رفيقا رحيما يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. هذا أخرجه البخاري في صحيحه سندا ومتنا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، هذا هو الشاهد لأن من رعاية الرجل على أهله أن يعلمهم التوحيد ويعلمهم يعني ما يحتاجونه من ما تقوم به عباداتهم وفروضهم. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه سندا ومتنا. ثم قال باب المرأة راعية، وهذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أيضا المرأة فاعلة في المجتمع عكس ما كانت المرأة في الجاهلية ودنو منزلتها وأنها كالمتاع وأنها كذا وكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن المرأة مشاركة في بناء المجتمع وأنها لها جزء كبير يعني في هذه المسألة وهذا الأمر. ثم قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، بأن يعني تبين له بعض الأخطاء التي تقع في البيت وأيضا بعض الأمور التي تكون من الأبناء التي لا يحسن كتمها عن الأبي، وأيضا هي مسؤولة عن حفظ ماله وحفظ نفسه وأن تحفظ نفسها وعرضها، وهو حفظ للزوج أيضا. هذه كلها مسؤوليات ملقاة على الزوجة. قال والخادم في مال سيدي، سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه. ثم قال وهذا أخرجه في صحيح سندا ومتنا. ثم قال باب من صنع إليه معروف فليكافئه. قال حدثنا سعيد ابن عفير وهو سعيد بن كثير بن عفير، كثيرا ما ينسب إلى جده كما معنا هنا، أصله سعيد بن كثير بن عفير لكن ينسب إلى جده. قال حدثنا سعيد ابن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل مولى الأنصاري عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فليجزئه، فليجزئه بمعنى أنه يحاول أن يكافئ قدر المستطاع. وهذا طبعا له يعني جهتان، إذا كان المهدي يعني فقيرا، وإذا كان يعني المهدي فقيرا فليحاول الغني أن يجزئه ويكافئه على تلك الهدية، وإذا كان المهدي غنيا والفقير ما عنده شيء فليكتفي بالدعاء وعلى هذا الغني أن يتقبل هذا، لأن هذا الموجود عنده، والهدية بقدر المهدي لا بقدر المهدى إليه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى من صنع إليه في الحديث عفوا من صنع إليه معروف فليجزئه، فإن لم يجد ما يجزئه فليثني عليه، فليثني عليه أي فليمدحه في ظهر الغيب ونحو ذلك، لأن المدح في الأصل في الوجه ممنوع إلا من لا يخشى عليه التضرر وأن يدخل في العجب والخيلة والفخر ونحو ذلك، فإذا أمن هذا جاز أن يمدح الإنسان في وجهه، أما إذا خيف عليه العجب بنفسه والزهو والفخر والخيلة والتعالي على الناس فإنه لا يثنى عليه في وجهه، فإذا أثنى عليه فقد شكره، من كتمه فقد كفره، ومن تحلى. وهذا يبين أيضا أن الإنسان إذا طلب خدمة أو شيئا فليحاول قدر الإمكان إذا خدمت في شيء أن تسدي شكرا أو كلمة أو ثناء حتى يعني تراعي وتجبر خاطر هذا الذي خدمك ونحو ذلك، سواء كان أي خدمة صغيرة أو كبيرة أو سؤال أو نحو ذلك. ومن تحلى بما لم يعطى فكأنما لبس ثوبي زور، الذي يتشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوبي زور، لابس ثوبي زور كما قال الله ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسب أنهم بمفازة من العذاب. ومثله أحيانا ما يكون بين الضرائر وتدعي إحدى الضرات أن الزوج اشترى لها وألبسها وأعطاها وهي كاذبة،
وتفعل ذلك لتدخل القهرة والحرج على ضرتها ونحو ذلك. فهذا كله مما لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تحلى بما لم يعطى فكأنما لبس ثوب يزور، بل هو أشد من المرائي، لأن المرائي عمل العمل لكن ابتغى به غير وجه الله، لكن هذا لم يعمل أصلا وأراد أن يحمد بما لم يفعل. ثم قال: وهذا الحديث صحيح. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمشي عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه. هذا صحيح. ثم قال: باب من لم يجد المكافأة فليدعو له. ما عندك شيء تجزيه به إلا فلتدعو له، والدعاء من أعظم المجازى، خصوصا الدعاء بظهر الغيب في زماننا هذا. كل علامات المحبة والمودة ونحو ذلك قد يدخلها الرياء إلا الدعاء بظهر الغيب. فهذه صورة في العلاقة بين الناس لا يدخلها الرياء، والإنسان فيه خالص بينه وبين الله سبحانه وتعالى. والدعاء هو من أعظم البريد الذي يتواصل به الأحبة عبره. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله؟ قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به فأنتم يعني أيضا لكم أجر في ذلك. وذلك اشتكوا أن الأنصار ينفقون ويتصدقون وعندهم ونحن ما عندنا، وأحيانا يحسنون إلينا ونحو ذلك. فأبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء نوع من المكافأة ونحو ذلك. ثم قال: باب من لم يشكر للناس. قال الإمام البخاري وفي بعض النسخ: باب من لم يشكر الناس. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا الربيع ابن مسلم هو أبو بكر الجمحي قال: حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وهذا يبين لنا عظم قاعدة التي قالها ابن تيمية رحمه الله: من عامل خلق الله بصفة عامله الله بعين تلك الصفة في الدنيا والآخرة. فالذي يشكر الناس يوفق لشكر الله سبحانه وتعالى. وأيضا شكر الله سبحانه وتعالى يعني له أمور كثيرة. الناس يعني تجاه الشكر والنعم على أربعة أضرب تقريبا. الضرب الأول ضرب لا يعرفون النعمة بوجودها، ولا يعلمون أنها، ولا يعلمون من أين أتت. فهؤلاء لا يمكن أن يشكروا النعمة لأنهم يجهلونها. فما دام الإنسان منهم لا يشتكي يعني ألما في كلاه، ولا يشتكي جلطة ولا ضغطا ولا سكرا، فهو في غيه يعمى. القسم الثاني قسم يعرفون النعمة بوجودها، ولكن لا يعلمون أنها من عند الله، بل يرونها أنها من كسبهم وجدهم وقوتهم وعقلهم وذكائهم وحصافتهم. حالهم حال قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي. هذا صنف مذموم. أيضا الصنف الثالث وهم قسم يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعلمون أنها من عند الله، لكنهم ينشغلون بالنعم عن المنعم، لكنهم ينشغلون بالنعم عن المنعم. حالهم حال المخلفين من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. والقسم الرابع وهم الأقل من عباد الله قسم يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعلمون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ويسخرونها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم المؤمنون المحققون لما طلبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. الناس اليوم يظنون أن مجرد الشكر باللسان يغني الإنسان، فالشكر له مراتب أيضا. أعلى مرتبة ما اجتمع عليه القلب والعمل واللسان. تشكر الله وتحمده أن عندك يعني بيتا، وعندك يعني ذرية صالحة، وعندك مثلا رزق، وعندك أموال. فمن تمام الشكر أن تسخر هذا المال فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، أما أن تسخره في معاصي الله سبحانه وتعالى فهذا ليس شكرا حقيقيا. ثم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وشكر الناس يعني له طرائق كثيرة، وله يعني طرق يمكن الإنسان أن يشكر بها الناس: بالكلمة الطيبة، بالتودد، بالمجازاة والمكافأة، بالوقوف معهم في مشكلاتهم كما وقفوا معك في مشكلاتك إلى آخره. فله صور كثيرة. وهذا الحديث صحيح. قال بعد ذلك: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا الربيع بن مسلم قال: حدثنا حماد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله تعالى للنفس: اخرجي. قالت:
لا أخرج إلا كارهة. وهذا قد يبين يعني أنه كأن هذا الحديث يعني ما فيه يعني شاهد من هذا الحديث الأخير يعني 219 على الترجمة، لكن جاء في بعض النسخ أن هذين الحديثين مدمجين، حديث 218 وحديث 219، فبذلك يعني تكون العلاقة بين الحديثين أو مع الباب واضحة. وبعض الأخوات كتبنا في الملاحظات والتنبيهات، نحاول يعني أن نتقيد بالوقت، لأن بعض الأخوات طبعا إذا حلت الساعة 12 فلا يحتاج الخروج إلى استئذان، كل من أراد أن تغادر الدرس لمصالحها وشؤونها تذهب. وأيضا نحاول أن نوقف الدرس في حدود 12 حتى لا يفوت اللواتي خرجنا شيء مما سيأتي في الأبواب، فنتوقف عند هذا القدر إن شاء الله. وعرض لي سؤال على الخاص، إحدى الأخوات تقول إن يعني أقدم نسخة لصحيح البخاري يعني هي كانت بتاريخ سنة 300 الهجرية، وهذا يدل على نوع يعني انقطاع أو نحو ذلك مما يذكره يعني بعض المستشرقون ونحو ذلك. فنقول إن الجمع في كتاب واحد لا يعني عدم وجود أسانيد. مثلا عندنا في التدوين الرسمي، الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتمدون على الحفظ في القلب، وبعضهم يدون، بعضهم على الرقاع، وبعضهم على الأقتاب، وبعضهم على السعف، وبعضهم على كذا. لكن الجمع الرسمي متى بدأ؟ بدأ في سنة 100 تقريبا أو سنة 99 بأمر عمر بن عبد العزيز للزهري، الإمام الزهري رحمة الله عليه، تقريبا في هذه الحدود. فمن هنا بدأ التدوين الرسمي. فلا يعني أن ما بين الزهري إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول أنه منقطع، لأنه يعني ما في كتب مدونة. ثم إن الإمام البخاري سمع كتابه منه أكثر من 700 نفس، أكثر من 700 نفس سمعوا كتاب الإمام البخاري، حدث به مرة في بخارى، ومر حدث مرة به في فربر. وهذه أسانيد حتى في زماننا موصولة إلى الإمام البخاري. وابن حجر أيضا له أسانيده الصحيحة بالرجال الثقات الأثبات إلى الإمام البخاري، فلا يعد هذا قادحا في الأمر. وأنا حقيقة ما أدري أول نسخة من نسخ صحيح البخاري كم كانت سنة، كم كان تاريخها، لكن أجزم يقينا أنه قبل ذلك، لأنه حدث به في حياته كاملا مرتين، ويعني حتى فوارق النسخ الدقيقة مذكورة في الأسانيد. فيعني هذا أنه هذه المعلومة ما أظنها صحيحا. تقول النوع الشاكر، قلنا النوع الشاكر هو النوع الرابع، يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ثم يصرفونها ويسخرونها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين حققوا الشكر الذي قاله الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور، الذي عنده يعني عقيدة أنها جاءت من عند الله، وأنه يحمد الله على وجودها ثم يسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا هم الذين حققوا الشكر الحقيقي المطلوب. النوع الأول قلنا نعيد الأنواع الأربع على وجه الخصوص، على وجه السرعة قلنا الناس في الشكر على أربع مراتب. المرتبة الأولى قلنا قسم لا يعرفون النعمة بوجودها ولا يعلمون أنها من عند الله، فهؤلاء لا يمكن أن يشكروا الله سبحانه وتعالى، لأنهم لم يبصروا النعمة أصلاً ولم ينظروا إليها بعين الاعتبار. القسم الثاني قسم يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ولكن يرون أنها من جدهم وكسبهم ولم تجئهم من عند الله، ويعرف أنه عنده نعمة لكن يرى أنها من جده وكسبه وتعبه، أو من إرث آبائه وأجداده وتعبهم، لا من عند الله. وهؤلاء حالهم حال قارون، قال إنما أوتيت على علم عندي. القسم الثالث قسم يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ثم ينشغلون بالنعمة عن المنعم،
وهؤلاء حالهم حال المخلفين من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا إلى آخره. القسم الرابع وهو النادر القليل، يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعلمون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ثم يصرفونها ويسخرونها في ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذلك قلنا الشكر الحقيقي والذي ما اجتمع عليه القول والفعل فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا قيل الحديث، إحدى الأخوات تقول ما معنى القول ليس في شيء من الكتب الستة، يعني أن الحديث غير موجود لا في البخاري. عندنا الكتب الستة ستة كتب، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فإذا قيل الحديث ليس في شيء من الكتب الستة، يعني أنه ليس موجود في هذه الكتب الستة، وإنما هو يعني في كتاب آخر غير هذا، غير هذه الكتب الستة. هذا والله تعالى أعلم، ونسبة العلم إليه أولى وأسلم. ما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من نفس فمن ما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة.